مساء الخير طلابي الأعزاء، طلاب مدرسة عشتار الابتدائية الأهلية. درسنا لهذا اليوم رياضيات للصف الأول الابتدائي. درسنا لهذا اليوم هو الأنماط ولوحة المئة العد اثنينات، صفحة 162. يا حبايب الحلوين، نفتح الكتاب الرياضيات الملون الكبير على صفحة 162. تعرفنا في الدرس السابق عن العد خمسات وعشرات، عدينا خمسات وعشرات وعرفنا شلون نعد الخمسات، يعني خمسة خمسة، والعشرات عشرة عشرة. أما الآن يا حبايب الحلوين راح نتعلم كيف نعد اثنان اثنان. العد مالنا حيكون اثنان اثنان. وأيضا حبايب الحلوين راح نكمل وياكم شرح موضوع مقارنة الأعداد حتى 99 صفحة 164. الآن أعزائي التلاميذ راح ننتقل إلى فقرة أتعلم. أعد اثنينات وأجد عدد الأقلام. عندنا مثل ما تلاحظون هذه هي مجموعة من الأقلام. بالمجموعة الأولى اثنان، وبالمجموعة الثانية اثنان، وبالمجموعة الثالثة اثنان، وبالمجموعة الرابعة اثنان. كم مجموعة احنا عندنا؟ عندنا أربعة مجاميع، كل مجموعة من عندها تحتوي على اثنان من الأقلام. الآن هذه هي مجموعتي من الأقلام. بالمجموعة الأولى اثنان، عندي اثنان وأضيف اثنان، إيش قد صار عددهم؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة. دلاحظ دنعد اثنان اثنان، أو دنزيد اثنان اثنان، أو دنضيف اثنان اثنان. عندي اثنان ضفت إلها اثنان، إيش قد صارت؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة. عندي أربعة وأضيف بعد اثنان، إيش قد حصير؟ أربعة بقلبي، اثنان بإيدي، منو يجي ورا الأربعة؟ خمسة ستة. عندي الآن ست أقلام. إذا أضيف للست أقلام بعد اثنان، إيش قد حيصير عندي؟ نجي نحسب، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. إذا عندي اثنان ضفت لها اثنان، إيش قد صارت؟ أربعة. الأربعة أزيدها وأنطيها اثنان، إيش قد صارت؟ ستة. الستة إذا أضيف إلها بعد اثنان، إيش قد صارت؟ ثمانية. هذه هي إضافة اثنان اثنان. الآن أعزائي التلاميذ راح ننتقل إلى فقرة أتأكد. نقطة رقم واحد، أعد اثنينات وأكتب العدد. مثل ما تلاحظون عندي مجموعة من الكرات ذات اللون وردي. أول مجموعة عندي اثنان، اثنان وضاف لها اثنان، إيش قد صارت؟ نيجي نحسب، واحد اثنان ثلاثة أربعة، كاتبنا هو أربعة. زين، هسا احنا إيش قد راح نعيد وإيش قد راح نضيف؟ ده نضيف اثنان اثنان. شلون تعلمنا نضيف خمسة خمسة وضفنا عشرة عشرة؟ الآن نفس الحالة راح نضيف اثنان اثنان. العدد اللي طلع عندي إيش قد هنا؟ أربعة أضمه بقلبي، وإيش قد أطلع بإيدي؟ اثنان. منو يجي ورا الأربعة؟ خمسة ستة. أكتب إيش قد؟ ستة. هسه العدد إيش قد طلع عندي؟ ستة. إيش قد راح أضيف لها؟ راح أضيف لها اثنان. إيش قد راح تصير؟ ستة وين أضمها؟ لأن هي الكبيرة، أضمها بقلبي. وش أطلع بإيدي؟ اثنان. من يجي ورا الستة؟ سبعة ثمانية. أكتب العدد ثمانية. هسه دنعد اثنان اثنان، دنعد اثنان اثنان. مثل ما تلاحظون هاي الأمامكم هي مجموعة من الحلقات، مجموعة من الحلقات الملونة. مجموعة الأولى عندي اثنان، كم حلقة عندي؟ واحد اثنان حمراء، ضفت إلهم اثنان صفراء، ايش قد صار عددهم؟ نجي نحسب، واحد اثنان ثلاثة
أربعة، عندي أربعة، أضيف بعد حلقات اثنان لون بنفسجي، قص صار العدد كلهم؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذا أضيف للعدد ستة بعد اثنان لون جوزي، قص صار عندي؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. هاي عندي اثنان، أضيف لها اثنان، صاروا أربعة. أضيف للأربعة اثنان، شقد صاروا؟ أربعة، خمسة، ستة. أضيف للستة اثنان، شقد صاروا؟ ثمانية. بدنا نعد حبايبي الحلوين، اثنان اثنان. حبايبي الحلوين، مثل ما نلاحظ بالصورة، هذا هو كرز، كم عددهم؟ اثنان. واحد، اثنان، اكتب اثنان. يريدنا نكمل، دن نكمل على شكل نمط. اثنان واثنان اشقد حيصير؟ دن نزيد، يعني اثنان زائد اثنان اشقد؟ نحسب واحد، اثنان، ثلاثة، اربعة. اكتب العدد اربعة. الاربعة ضاف بعد اثنان الها، اشقد صار عددهم؟ باعش دن نحسب ماما، دا احسب هذوله، دا احسب عدد الكرزات كلهم وبكل مرة اشقد يصيرون. اول وحدة اثنان، الاولى زائد الثانية اربعة، زائدا الثالثة اشقد لح يصير؟ عندي اني اربعة، اربعة حازيدها اثنان، اشقد حصير؟ اربعة، خمسة، ستة. ستة، الستة هم راح ازيدها، اشقد لح يصير؟ ستة، سبعة، ثمانية. اكتب العدد ثمانية. مثل ما نلاحظ عندي اثنان، ضفنا لها اثنان، شقد صارت؟ اربعة. اضيف بعد اثنان للاربعة، هاي عندي اني اربعة، واحد، اثنان، ثلاثة، اربعة، ضفت لها اثنان، واحد، اثنان، عندي اربعة، خمسة، ستة. هسه شقد عندي اني؟ عندي ستة، واحد، اثنان، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة. اجيت وضفت للمجموعة اللي عندي الستة، ضفت لها بعد اثنان، شقد صارت؟ ستة بقلبي، اثنان بيدي، سبعة، ثمانية. الآن أعزائي التلاميذ ننتقل إلى نقطة رقم اثنان، اكمل الجداول. عندي مجموعة من الجداول، اريد نكمل العدد مالتهم. اثنان، اربعة، شقد يضيف؟ خمسة، خمسة، ام عشرة، عشرة، ام اثنان، اثنان؟ هاي هي الاثنان، واحد، اثنان. شلون صارت أربعة؟ شقد ضفت لها وصارت الأربعة؟ أضيف لها واحد، شقد تصير؟ تصير أربعة؟ لا، خلينا نجي نحسب، واحد، اثنان، ثلاثة، صارت ثلاثة. إذا ضفت لها اثنان، شقد صارت؟ صارت أربعة. إذن هاي عندي اثنان، وأضيف لها اثنان، شقد صارت؟ أربعة، ممتاز. إذن إضافة العدي هي اثنان اثنان. هسه أنا عندي أربع حلقات، أضيف حلقتين أيضا إلهم، شقد لح يصير العدد؟ نجي نحسب، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. هو ذاكر إن الستة. الآن عندي ست حلقات، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ستة أضيف لها اثنان، شقد حيصير؟ خلي نشوف شقد راح يصير. واحد، اثنان، خلينا نحسب مجموع الحلقات شقد. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. إذن الستة أضيف لها اثنان، شقد يطلع لنا؟ ثمانية. الآن عندي ثمانية حلقات، ثمانية أضيف لها اثنان، شقد حصير؟ عندي أنا شقد؟ ثمانية، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. ضفت للثمانية بعد اثنان، شقد صار مجموعهم كلهم؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. إذا الثمانية أضيف لها اثنان، شقد تصير؟ عشرة. حبايبي الحلوين، تقدرون تلعبون هذه اللعبة وتعدون اثنينات أو نعد اثنان اثنان؟ تلعبوها بالأقلام، تلعبوها بالمكعبات،
أو الطريقة الأخرى هو العدد الكبير نضمه بقلبنا والعدد الصغير نطلعه بإيدينا ونكمل العدد. عندي العدد 22، صار شقد 24، أباوع على العدد الأول، ننباع على العدد الأول. شقلنا على العدد الأول؟ آحاد. الأول آحاد والثاني هو العشرات، أباوع على الآحاد. 2 4 6، الآحاد دا تتغير، الآحاد هي اللي دا تتغير. أما العشرات، هاي هي العشرات العدد الثاني، هاي عشرات وهاي هي عشرات وهذه هي العشرات العدد الثاني اللي هو الأب، شبيه ثابت باقي نفسه ما دا يتغير. إذا منو دا يتغير؟ هو بس الآحاد. إذا أباوع، أنا عندي 2 صارت 4 صارت 6، إذا إيش قد دا يضيف؟ دا يضيف 2 2، 26. إذا أضيف لها 2 إيش قد تصير؟ يلا 26 وين حنضمها؟ نضمها بقلبنا. والاثنان وين نطلعها؟ بإيدينا. من يجي ورا 26؟ 27، 28. أكتب 28. 28 عدد كبير، وين أضمه؟ بقلبي. إيش أطلع بإيدي؟ أطلع 2، لأن الإضافة هي عندنا بس 2. منو يجي ورا 28؟ 29، 30. أكتب العدد شقد؟ 30. الآن من هو العدد الكبير، 30 أم 2؟ العدد الكبير هو 30. 30 وين رح نضمه؟ بقلبنا. يلا ضموا العدد 30 بقلبكم، ضموا. طلع بإيدنا 2، طلعنا 2. منو يجي ورا 30؟ 31، 32. نكتب 32. عندنا العدد 74، 76، 78. مثل ما نلاحظ عندي عدد متكون من آحاد وعشرات. الآحاد هو العدد الأول، هذا العدد الأول، ده تلاحظون العدد الأول هو آحاد. أما العدد الثاني فهو العشرات. هنشوف من المتغير، الآحاد أم العشرات؟ الآحاد. الآحاد ده تتغير، مرة صارت 4، مرة صارت 6، مرة صارت 8. إذا إيش دي يصير؟ دي يضيفون 2 2، 74، 76، 78. 78 وين نضمها؟ بقلبنا. شو نطلع؟ 2. منو يجي ورا 78؟ 79، 80. أكتب العدد 80. 80 وين أضمها؟ بقلبي. وش أطلع بإيدي؟ 2. منو يجي ورا العدد 80؟ 81، 82. أكتب العدد 82. الآن حبايبي الحلوين راح ننتقل إلى فقرة أحل، صفحة 163. مثل ما نلاحظ هذه هي لوحة 100، تعرفنا عليها في الدرس السابق. هذه هي لوحة 100 متكونة من العدد 1 إلى 100. نقطة رقم 3، استعمل لوحة 100، ألون الأعداد. منطينا أعداد مثل ما نلاحظ، يريدنا نلونها بال قلم الأصفر. هسه حبايبي الحلوين نذب القلم الرصاص وناخذ قلم ألوان لون أصفر. يلا حبايبي الحلوين، والأعداد اللي كاتبها إنه نروح ندورها بلوحة 100 ونلون هذه الأعداد المطلوبة من عندنا باللون الأصفر. أول عدد طالبة من عندنا هو العدد 2، نروح ندور بالجدول وين العدد 2؟ هذا هو العدد 2، 1 2، ألون العدد 2 باللون الأصفر. الآن يا عدد يريد من عندنا 4، 1 2 3 4، ألون العدد 4 أيضا باللون الأصفر. بتلاحظون
انه دي يكون عندنا نمط. يريد الان ستة، وين هالستة؟ واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة. دي يضيف اثنان اثنان، اثنان اربعة ستة، شقد؟ ثمانية. ممتاز. عشرة، عشرة اضيف لها اثنان شقد تصير؟ عشرة، احدى عشر، اثنى عشر. اذا الون الاثنى عشر، هو ليه عدد يريد للعشرون اوصل اذا الحد هنا عندي اثنى عشر، اضيف لها اثنان شقد تصير؟ اثنى عشر، ثلاثة عشر، اربعة عشر. اربعة عشر اضيف لها اثنان شقد تصير؟ خمسة عشر، ستة عشر، الون الستة عشر. سبعة عشر، ثمانية عشر، هاي هي ثمانية عشر. هسه آخر شي منو بقانا؟ العشرون، ألون العشرون. ضاف إنه أو عد إنه اثنان اثنان، اثنان أربعة ستة ثمانية عشرة، اثنا عشر، أربعة عشر، ستة عشر، ثمانية عشر، عشرون. اكمل النمط. عندي هنا مثل ما تلاحظون نمط اثنان وثمانون، اربعة وثمانون، ستة وثمانون. نروح ندور على الثمانون، وين هالثمانون؟ هاي هي الثمانون. منو ابناء الثمانون؟ واحد وثمانون، اثنان وثمانون، ثلاثة وثمانون، اربعة وثمانون، خمسة وثمانون، ستة وثمانون، سبعة وثمانون، ثمانية وثمانون، تسعة وثمانون. هو يا عدد منطينا اثنان وثمانون، هذا هو العدد اثنان وثمانون. منو جاي ورا العدد اثنان وثمانون؟ اربعة وثمانون. اذا ضاف اثنان اثنان، اثنان وثمانون، ثلاثة وثمانون، اربعة وثمانون. اضيف للاربعة وثمانون اثنان، اربعة وثمانون بقلبي، الاثنان بيدي. منو يجي ورا الاربعة وثمانون؟ خمسة وثمانون، ستة وثمانون، مثل ما كاتب انه. الان ستة وثمانون أضيف لها اثنان، سبعة وثمانون، ثمانية وثمانون. أكتب العدد ثمانية وثمانون، ثمانية وثمانون بقلبي، أضيف لها اثنان. منو يجي ورا ثمانية وثمانون؟ تسعة وثمانون، تسعون. أكتب العدد تسعون. أحدد العدد ستة وخمسون، يريد الستة وخمسون نحددها على لوحة المئة. أحدد العدد ستة وخمسون على جدول المئة، وأكتب العدد الذي قبله، والعدد الذي بعده، والعدد الذي فوقه، والذي تحته. وين العدد ستة وخمسون؟ هذا هو الستة وخمسون، راح أحدده. هذا هو الستة وخمسون، حددته بغير لون حتى ما تخربطون. يريد العدد القبله والعدد البعده. منو قبله؟ منو قبله اجي؟ منو القبله؟ القبله معناه ارجع لي ورا، نرجع لي ورا، والبعده نتقدم للامام. هسه راح نرجع للخلف اللي قبله، والبعده نتقدم للامام. من هو العدد الذي قبل الستة وخمسون؟ نرجع للوراء. منو؟ خمسة وخمسون، هذا هو خمسة وخمسون. إذا أكتب العدد شقد؟ خمسة وخمسون. هسه حبايبي الحلوين يريد العدد اللي بعد الستة وخمسون، بعده يعني القدامه، هنا خلف ورا، هنا هسه يريد الأمامه، بعده يعني قدامه، إجا وقف قدامه يعني أمامه. منو العدد الأمامه؟ سبعة وخمسون، خمسة وخمسون ورا العدد ستة وخمسون، من القدامها سبعة وخمسون. إذن نكتب بعده هو سبعة وخمسون. فوقه خنشوف منو فوق العدد ستة وأربعون، منو فوق للعدد؟ هذا هو الستة وخمسون، هذا هو العدد ستة وخمسون. منو فوق الستة وخمسون؟ دل لاحظ يا عدد فوق الستة وخمسون،
هذا الفوقة، هذا هو فوقة هذا العدد. شقيس 46. اكتب فوقه العدد 46. الآن يريد العدد تحته، هذا هو العدد. منو تحته؟ تحته يعني جواه. منو جواه؟ العدد 66. نكتب العدد 66. الآن حبايب الحلوين راح ننتقل إلى فقرة أفكر، نقطة رقم 3. اكتب الأعداد. 1 صار 3، والثلاثة صارت 5. إيش قد يضيف؟ أنا عندي 1، هذا هو الواحد. شلون صار 3؟ إيش قد ضفت له صار 3؟ أضيف له 1، إيش قد صار؟ صار 2. هو إيش قد يريد من عندنا؟ 3. إذا إيش قد راح أضيف أني إلها؟ راح أضيف للواحد 2. 1 2. إيش قد صارت؟ 1 2 3. إذن بيضيف 2 2. 1 صار 3. الثلاثة هذه إذا ضفت لها 2 حصير 5. 3 4 5. إيش قد صارت عدي؟ صارت 5. إذن إيش قد نضيف؟ نضيف 2 2. هسه حبايب الحلوين عندي 5. 1 2 3 4 5. إذا أضيف لها 2 إيش قد حيصير العدد؟ 5 6 7. إيش قد صار العدد؟ 7. أكتب 7. الآن 7 أضيف لها 2 إيش قد حيصير؟ عندي 7 آني. 7 أضيف 2 إيش قد يصير؟ من جورة 7؟ 8 9. إذا أكتب العدد 9. الآن آني عندي 9. 9 إذا أضيف لها 2 إيش قد حصير؟ 9 ضمها بقلبي و2 بإيدي. منو يجي ورا 9؟ 10 11. 9 10 11. إذا أكتب 11. 11 إذا أضيف لها 2 إيش قد تصير؟ 12 13. إذا كونت 2. الآن أعزائي التلاميذ راح ننتقل إلى صفحة 164، مقارنة الأعداد حتى 99. تتذكرون حبايب الحلوين تعرفنا في الدروس السابقة في الصف أثناء الدوام على مقارنة الأعداد. شنو يعني مقارنة أعداد؟ معناه أكبر وأصغر ويساوي. راح نقارن من هو الأكبر عدد من هو الأصغر عدد، وإذا تشابهت الأعداد راح نحط اليساوي. عندكم ضيف جديد، من هو ضيفكم؟ تتذكرون الضيف ماني اللي كان يقارن لنا للأعداد؟ من هو؟ سيد تمساح. مرحبا أصدقائي الصغار، أنا صديقكم تمساح الأعداد. أنا أكل العدد الكبير، أفتح فمي دائما على العدد الكبير وأكله. أما يا أصدقائي الصغار، العدد الصغير أنا لا أأكله، فماذا أفعل له؟ أدير ظهري له، هكذا أعطي ظهري للعدد الصغير وأفتح فمي للعدد الكبير. أما إذا تشابهت الأعداد فأنا سوف أدوخ وأقع، فلا أعرف ماذا سأختار لأن الأعداد متشابهة، فأنا أأكل دائما العدد الأكبر، فأنا جائع الآن وأريد أن أأكل. هيا بنا لنأكل الأعداد الكبيرة. الآن حبايب الحلوين مقارنة الأعداد هو هذه العلامة أكبر، حلقة التمساح يفتحها دائما على العدد الأكبر.
أصغر ينطي ظهره للعدد الصغير ما يأكله، يساوي عندما تتساوى الأعداد من يشابهن الأعداد راح نضع يساوي. نقرأ العدد الآن، كم العدد عندي؟ 6، وهذا العدد شقد؟ 4. تمساح الأعداد جوعان ويريد يأكل، المن راح يأكل؟ 6 أم 4؟ على من راح يفتح حلقه؟ على 6 أم على 4؟ من هو العدد الأكبر؟ من هو العدد الأكبر؟ 6 أم 4؟ إنها 6. باعوا نطى ظهره للعدد الصغير وفتح حلقه المن للعدد الكبير. إذن من هو الأكبر؟ 6 أم 4؟ 6. نضع علامة الأكبر للستة. هذه هي علامة الأكبر، تمساح فتح حلقه على العدد الكبير ونطى ظهره المن للعدد الصغير. ناخذ مثال آخر. الآن عندي العدد 2 وعندي العدد 3، المن راح ياكل العدد؟ المن راح ناكل يا عدد التمساح؟ المن راح ياكل، الاثنان أم الثلاثة؟ من هو الأكبر، الاثنان أم الثلاثة؟ راح يعطي ظهره للعدد الصغير اللي هو منه؟ الاثنان صغيرة والثلاثة شبيهة، الثلاثة كبيرة. المن أكل؟ أكل الثلاثة. أكلها. إذن الاثنان أصغر من الثلاثة، العدد 2 أصغر من الثلاثة، والثلاثة هي أكبر من العدد 2. نأخذ مثال آخر. الأعداد هي 5 و5، شبيها الأعداد؟ شبيها الأعداد يا حلوين؟ هنا عندي 5 وهنا عندي 5، متساوية أي متشابهة. إذن إذا تساوت الأعداد التمساح راح يأكل أحد. الآن التمساح داخ يباوع هنا 5، يباوع منا 5، إيش راح يسوي التمساح؟ داخ وسوى فتح حلقه. إذا فتح حلقه إذن هذه يا علامة متشبه هذه العلامة اليساوي. إذا تساوت الأعداد نضع يساوي، معناه ما أكل أي شيء، حط لهم يساوي لأن مساوي الأعداد. إذن أضع علامة يساوي. الآن أعزائي التلاميذ أعدادنا كبرت، أصبح الإبن والأب. كنا نقارن مع الإبن فقط، الإبن فقط. الآن رح نقارن الإبن والأب، يعني آحاد وعشرات. آحاد وعشرات، أعدادي أصبحت آحاد وعشرات. آحاد وعشرات، إذا أنطاني عدد متكون من عددين مو عدد واحد، شلون حقارن؟ مندوخ حبايبي الحلوين، مندوخ. أول ما نقارن نباوع على العشرات، من هو العشرات؟ الأول أم الثاني؟ من هو العشرات؟ الأول أم الثاني؟ إيش قلنا؟ العدد الأول اسمه آحاد، العدد الثاني اسمه العشرات. إذن هذا العدد الثاني اسمه العشرات. من أريد أقارن؟ أقارن بالعشرات، أباوع على العشرات بالعدد الأول وبالعدد الثاني. شقد عندي هنا؟ 6، 10. شقد عندي هنا؟ 13. هنا عندي 10 وهنا عندي 10. إذا تساوت العشرات، يعني الآباء مشابهين، هنا عندي أنا 10 وهنا عندي 10، أو عندي هنا 1 أنا وعندي هنا 1. إذا شابهوا العشرات أضمهم، أضمهم اثنينهم ما باوع عليهم. وين أروح أباوع؟ أباوع على جهالهم. منو جهالهم؟ الآحاد. شقد عدي هنا؟ هاي ضميناه. شقد عدي هنا؟ 6. وهنا شقد عندي آني؟ ضميت العشرات، عندي 3. الآن راح أجيب لكم إيد مريومة الحلوة الوردية وأغطيكم الأعداد، لأن آني ما أقدر أغطيهن. فضميت هسه العشرات مثل ما دلاحظ، باعوا غطينا العشرات، غطيت العدد الأول عشراته والعدد الثاني أيضا غطينا عشراته.
شقد ظل عندي؟ ظل عندي بس الآحاد. شقد ظل عندي؟ ظل عندي بس الآحاد. آحادي شقد؟ ستة. والعدد الثاني شقد آحادي؟ ثلاثة. زين، منو الأكبر؟ المن راح يأكل تمساحنا؟ المن راح يأكل تمساح جوعان؟ المن راح يأكل؟ يأكل الستة أم يأكل الثلاثة؟ احنا العشرات ضميناها. ليه ضمينا العشرات؟ لأن متشابهة، إذا متشابهة نضمها نباوع على الآحاد. عندي ستة وعندي ثلاثة، المن راح يأكل التمساح؟ من هي الأكبر، الستة أم الثلاثة؟ راح يأكل العدد ستة لأن هو الأكبر، إذن أحط علامة أكبر على العدد ستة عشر، هي أكبر من الثلاثة عشر. حبايبي الحلوين، مثل ما قلت لكم، من أريد أقارن عندي أعداد متكونة من عددين، من أريد أقارن أباوع على العشرات، علي من أباوع على العشرات، هاي هي العشرات، آحاد عشرات، العشرات دائما هي العدد الثاني، إذا تشابه العشرات أغطيها، أضم العشرات كأنما ما موجودة، وين أباوع؟ أباوع على الآحاد، أقارن بس بالآحاد، من هو أكبر ومن هو أصغر ومن هو اليساوي. الآن رح نأخذ مثال آخر، الأعداد هي 23 31. من أريد أقارن يا حلوين، نتذكر وين نباوع؟ دائما نباوع على العشرات، إذا تشابه العشرات نباوع على اليمين على الآحاد. الآن العشرات مالتي، وين هالعشرات؟ هذه شقد؟ اثنان أو عشرون. هذه شقد؟ ثلاثة أو نقول ثلاثون. مشابهة أم مختلفة؟ نا عندي عشرون، نا عندي ثلاثون، شابهة لو مختلفة؟ مختلفة. ليش اختلفت؟ لأن هنا عندي اثنان وهنا عندي ثلاثة، إذا شلت الثلاثة ووضعت اثنان راح تصير مشابهة، عندي هنا اثنان وهنا اثنان، بس أنا شقد عندي؟ عندي ثلاثة. من تشوفون العشرات مختلفة رأسا أقارن، ما باوع على الآحاد. ليش؟ لأن عشراتي مختلفة، إذا اختلفت العشرات مختلفة أباوع رأسا وأقارن، ما باوع على الآحاد، أباوع بس على العشرات، إذا مختلفة رأسا نشوف من الأكبر ومن الأصغر، بس إذا كانت العشرات مشابهة أباوع على اليمين نباوع على الآحاد. هسه راح أنضم الآحاد، ضميناهم، ضمينا الآحاد، راح نباوع بس على العشرات، نباوع بس على العشرات. المن راح يأكل تمساحنا؟ يأكل الاثنان أم يأكل الثلاثة؟ من هي الأكبر، اثنان أم ثلاثة؟ راح يأكل الثلاثة لأن هي أكبر من الاثنان. نقرأ العدد 23 31. 31 هو الأكبر، ليش؟ لأن عشراتها 30، العشرات 30. 23 هي الأصغر، ليش؟ لأن العشرات عندي 20، 30 أكبر من 20. إذن تمساحنا أكل المن؟ أكل 31 هو الأكبر. الآن حبايبي الحلوين راح ننتقل إلى حل موضوع مقارنة الأعداد، صفحة 164. يلا حبايبي الحلوين أريدكم وياي نفتح الكتاب على هذه الصفحة ونبدأ بالحل. فقرة أتأكد، مثل ما شايفين هذا هو الجدول، آحاد عشرات وهنا هو العدد، أباوع على العدد أول شيء الأول، هذا العدد هو الأول، ستة آحاد وثلاثة عشرات، إيش قد يصير العدد من أريد أقرأ؟ ستة وثلاثون. والعدد اللي جوا عندي الآحاد ستة
والعشرات خمسة. من أريد أقراش قد العدد 56. العدد 56 هذا هو، تلاحظون بي دائرة، أكبر من العدد 36. طبعا أكبر لأن عندي أني 56. من الأكبر، 50 أم 30؟ 50 هي الأكبر لأن 5 أكبر من 3. تلاحظون هذا العدد 5 أكبر من هذا العدد 3. قارن العشرات أولا مثل ما علمتكم، نروح نباوع على العشرات. شقد عندي هنا أني بالعشرات؟ عندي 3. وشقد عندي هنا بالعشرات؟ عندي 5. إذا منو الأكبر، 5 أم 3؟ 5 رأسا راح أحلها. إذا مختلفة الحل راح يصير بسرعة. أما إذا مش شابهة شو راح نسوي إذا تشابهت؟ نروح نباوع على الآحاد مثل ما علمتكم. الآن عندي 3 آحاد وثمانية عشرات، شقد يصير العدد؟ 83. عندي 9 آحاد وثمانية عشرات، شقد أقرأ العدد؟ 89. أكتب 89. إذا أريد أقارن وين راح أقارن؟ أقارن بالعشرات. وين هالعشرات؟ هاي هي العشرات، العدد الثاني، العدد الثاني هي عشرات. إيش بيها العشرات؟ مختلفة؟ بسرعة راح أقارن؟ لو مش شابهة، مش شابهة. إذا مش شابهة شو أسوي؟ أضمها وأروح أقارن منو؟ بالآحاد. عندي العدد الأول 3 والعدد الثاني 9، منو الأكبر؟ 9 أم 3؟ 9 هي الأكبر. إذن العدد 89 أكبر من العدد 83. نكتب منو الكبيرة؟ أم 9، أنا أنسلها. 89 أكبر من العدد 83 لأن من الأكبر؟ لأن التسعة، هذه هي التسعة، أكبر من الثلاثة، لأن التسعة أكبر من الثلاثة. نقطة رقم 2، أكتب العدد وأحوط العدد الأصغر. هسه يريد العدد الأصغر، هنا العدد الأكبر، هنا يريد العدد الأصغر. منطينا آحاد عشرات وريد نكتب العدد. أول شي نبدي بهذا العدد، عندي آحاد 2 والعشرات 4. أنزل أول شيء 2 وراها 4. أقرأ العدد 42. العدد الثاني هي 2 آحاد و6 عشرات. أنزل 2 وأنزل 6 وراها. أقرأ العدد 62. يريد يقارن بالأصغر. إحنا إيش قلنا إذا نريد نقارن أكبر أو أصغر أو يساوي؟ نباوع على العشرات. إيش بيها العشرات هسه عندي؟ مختلفة. إذا مختلفة رأسا راح أشوف من هو الأكبر ومن هو الأصغر وأحلها بسرعة بدون ما أباوع على الآحاد. عندي أني 4 وعندي هنا 6، من الأصغر، 4 أم 6؟ أحسنتم، 4 أصغر. إذا العدد 42 أصغر من العدد 62. 42 أصغر من العدد 62. ليش؟ ليش قال 42 هو الأصغر من 62؟ ليش؟ راح نجي نباوع. لأن العدد 4 هو أصغر من العدد 6. 4 أصغر من العدد 6. مثل ما تلاحظ طلابي، عندي هنا بالمجموعة الأولى 4 حلقات، 1 2 3 4، والمجموعة الثانية 6، 1 2 3 4 5 6. من الأصغر؟ العدد 4 أصغر أم العدد 6؟ جد لاحظ بعد نقارن، من الأصغر؟ الأصغر هو 4 والأكبر هو 6. الآن عندي العدد 5 آحاد و7 عشرات. 5 آحاد و7 عشرات، شقد يقرأ العدد؟ 75. والعدد الثاني 8 آحاد، أنزل 8، و7 عشرات، أنزل 7، شقد أقرأ العدد؟ 78. هسه هنا شابهت
العشرات. هاي عندي هنا سبعة وعندي هنا سبعة مشابهين، إذا مشابهين شو نسوي؟ نحط إصبعنا هيك ونضمهم. نروح نباوع، شو يريد هو؟ الأصغر. عندي خمسة وعندي ثمانية، من هو الأصغر؟ الثمانية أم الخمسة؟ مثل ما نلاحظ حبايبي الحلوين، عندي هنا شقيت خمسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، وشقد عندي بالمجموعة الثانية؟ ثمانية، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، من هو الأصغر؟ تلاحظون منو الصغيرة؟ الثمانية أم الخمسة؟ منو الصغيرة؟ الخمسة هي الأصغر، باعوها هذه صغيرة وثمانية كبيرة. إذا راح نكتب العدد 75 أصغر من العدد 78، ليش؟ إيش قلنا؟ لأن العدد خمسة، إيش بيه العدد خمسة؟ أصغر من العدد 8. الآن حبايبي الحلوين راح ننتقل إلى صفحة 165 فقرة أحل، نقطة رقم 3، اكتب العدد وأحوط الأصغر. يريد من عندنا نكتب العدد ونحوط الأصغر. مثل ما تلاحظ عندي مرسوم مكعبات آحاد وعشرات. كم مكعبة عندي بالآحاد؟ نحسب، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، اكتب العدد شقد؟ خمسة. والعشرات شقد؟ نحسب كم عشرة عندنا؟ واحد اثنان ثلاثة، اكتب العدد ثلاثة. العدد من اريد اكتبه ايش راح نكتب؟ اول شيء الآحاد شقد عندي؟ خمسة. عشرات شقد عندي؟ ثلاثة. اذا اقرأ العدد 35. ننتقل للمثال الاخر، شقد عندي بالآحاد؟ كم مكعبة راسم لي؟ نحسب، واحد اثنان ثلاثة، اكتب ثلاثة. كم عشرة عندي؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، خمسة. راح نكتب العدد، أول شي نكتب الآحاد شقد؟ ثلاثة، وراها نكتب العشرات شقد؟ خمسة. أقرأ العدد 53. يريد نحوط العدد الأصغر، من هو الأصغر؟ 35 أم 53؟ يا شاطر يعرف ايش قلنا؟ من نريد نقارن باوع على العدد الثاني، هذا الاول من باوع عليه نعوفه، ونروح على العدد الثاني، من هو العدد الثاني؟ اسمه العشرات، احوط العشرات، نحوط العشرات، نباوع على العشرات، اذا مش شابهة نعوفها نروح نباوع على الآحاد، اذا مختلفة رأسا نحلها. عندي هنا ثلاثة وعندي هنا خمسة، إذن مختلفة عندي العشرات، هنا ثلاثة هنا خمسة، اختلفوا وما متشابهين، من هو الأصغر؟ الثلاثة أم الخمسة؟ أحسنتم، الثلاثة. إذن أحوط العدد 35 هو أصغر من العدد 53. ننتقل إلى نقطة رقم 4، أكتب العدد وأحوط الأكبر. هسا شو يريد الأكبر؟ أول شي بالآحاد، عندي هنا مكعبات عندي بالآحاد؟ لا، إذا ما عندنا شو نحط؟ نحط صفر، أحسنتم. كم عدد العشرات؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة. أول ما نزل الآحاد صفر، عشراتي ستة، أقرأ العدد 60، 60. أنتقل للمثال الآخر، شقد عندي الآحاد؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة، أكتب العدد أربعة. شقد عندي بالعشرات؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، أكتب خمسة. شقد عندي العدد؟ آحادي أربعة، عشراتي خمسة. أربعة وخمسون، أربعة وخمسون. إذا أريد أقارن، إمن راح نقارن؟ نقارن بالعشرات، هاي هي العشرات. العدد الثاني، هذا هو العدد الثاني، عندي ستة عندي خمسة، من هو الأكبر، الستة أم الخمسة؟ أحسنتم، الستة هي الأكبر، إذا أحوط العدد 60 هو أكبر من العدد 54. نقطة رقم 5، أكتب العدد وضع أكبر أصغر أو يساوي في الدائرة. هاي هي الدائرة، نريد نحط أكبر أم أصغر أم يساوي، راح نقارن بين المكعبات اللي عندنا.
شقد عندي بالآحاد؟ واحد اثنان ثلاثة، اكتب ثلاثة. شقد عندي بالعشرات؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة، اكتب أربعة. أقرأ العدد 43. الآن راح ننتقل إلى المثال الثاني. عندي شقد عندي مكعبات بالآحاد؟ واحد اثنان ثلاثة، اكتب الثلاث. شقد عندي بالعشرات؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. هنا العدد 43 والعدد هنا 53. راح نجي نقارن، وين نباوع؟ على العشرات. وين العشرات؟ آحاد عشرات، دائما العدد الثاني هو العشرات. أحوط العشرات، منو العشرات؟ والعدد الثاني. إذا مختلفة أحلهم بسرعة، إذا مش شابهة شو أسوي؟ أضمهم وأروح على الآحاد. هسا أنا مختلفات لو مش شابهات؟ مختلفات، إذا راح نحلهم بسرعة. أربعة وخمسة، من هو الأكبر ومن هو الأصغر؟ عندي أربعة وعندي خمسة، إيش راح نضع؟ أكبر أم أصغر؟ 43 وثلاثة وخمسون. الأربعة أصغر من الخمسة، إذا أضع علامة أصغر. طيب تمساح ظهر المن للعدد الصغير وفتح حلقة المن للعدد الكبير. إذا 43 هو أصغر من 53. الآن حبايبي الحلوين راح ننتقل إلى فقرة أفكر، نقطة رقم 6. ألون العدد الأصغر من 50. نذب القلم الرصاص ونختار لون انتو تحبوه، لونكم المفضل تلونون به. أنا راح أختار اللون الوردي. الآن حبايبي الحلوين راح نلون الأعداد الموجودة عندنا بداخل المربعات الأصغر من 50. منو أصغر من العدد 50؟ 81. ضعوا هنا 8، هنا 5، إذا هاي كبيرة نعوفها. 56، الخمسة مع الخمسة مش شابهة، نروح على اليمين على الآحاد. هنا عندي 6، هنا 0، إذا الستة أكبر من الصفر هم نعوفها. 41، 5 و4، إذا 41 هو الأصغر. ألون 41. 62، أنا عندي 5 عشرات، هنا عندي 6، إذا هذه كبيرة أعوفها. 16، هنشوف العشرات شقد. هنا عندي بالعشرات 5، هنا بالعشرات شقد عندي؟ 1، إذا هذه صغيرة، هي أصغر من 50. 16 أصغر. عندي 2، منو الأصغر، الاثنان أم الخمسون؟ بعد الاثنان وحدها حتى أب ما عندها خطية، وهذا 50 عدد كبير، إذا ألون الاثنان، هي أصغر منين؟ أصغر من 50. 95، أباوع على العشرات، شقد عندي هنا؟ 9، هنا شقد عندي؟ 5، زين، من الأصغر، 9 أم 5؟ 5، إذا هذه أعوفها ما لونها، 95 كبيرة. 38، عندي 5 وعندي 3، من الأصغر، 5 أم 3؟ 3، إذا 38 أصغر من 50. 99، عندي هنا 9 وعندي هنا 5، من الأكبر، 9 لو 5؟ 9 هي الأكبر والخمسة هي الصغيرة، إذا ما أختارها لأن 99 أكبر من 50. عندي العدد 85، عندي بالعشرات 8 وعندي بالعشرات 5. مختلفات راح أقارن بيناتهم لأن مختلفين، فمن الأصغر، 5 أم 8؟ 5 هي الأصغر، إذا أعوفها ما لونها. فالأعداد اللي أصغر من 50 هي 41، 16، 2، 38. حبايبي الحلوين درسنا اليوم انتهى، هو شرح وحل الأنماط ولوحة المئة، العد 2، صفحة 162، وحل أيضا رح يكون واجبكم صفحة 163، وواجبكم أيضا تكملة مقارنة الأعداد صفحة 164 وصفحة 165. وأيضا حبايبي الحلوين واجبكم البيتي راح يكون حل في كتاب النشاط صفحة 56.
وصفحة 57. حبايبي الحلوين، المطلوب من عندكم حل الواجب مالتكم، وراح أتابعكم إن شاء الله على الفايبر، وأتمنى لكم الصحة والعافية. مع السلامة.